السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد لربح المجاني من الانترنت SHR256. هذا الموقع الذي نقوم بشرحه كل يوم، يعني شرحناه في العديد من المرات. موقع رائع يمكنك أن تستفيد منه بالمجان عن طريق تروج للموقع، يعني موقع فيه 6 عملات: بيتكوين، إيثريوم، LTC، دوج، ومؤخرا زاد يعني USDT والXLM. هذه آلة حاسبة من هنا، يعني إذا كنت تريد أن تحسب أرباحك كم ستكون يعني باستثمارك مثلا في الدوج كوين أو في LTC أو في عملات أخرى. واجهة الموقع، موقع مازال يدفع، سأبذل منه العديد من الدولارات، يعني موقع لا بأس به، يمكنك يعني أن تستثمر إذا أردت حتى فيه. مازال سابق، لكن يعني لا تستثمر بمبلغ كبير فقط، ويمكنك يعني أن تقوم بالعمل والترويج للموقع وتربح بالمجان، يعني هي أفضل حل. طريقة تسجيل سهلة، تضغط على سين أب هكذا، بعد ذلك يعني تأتيك واجهة يعني تضع فقط بعض المعلومات مثل الإيميل واليوزر نيم، باسورد، يعني تعيد كتابة الباسورد، ثم تضغط على I agree to the terms، يعني طريقة تسجيل سهلة. create an account، تضغط عليها. أنا لدي حسابي، لذلك سأدخل مباشرة إلى حسابي. بعد القيام بالتسجيل طبعا ستصلك رسالة في الإيميل، تدخل إلى الإيميل الخاص بك وتفعل من الرسالة التي وصلت، يعني بعد ذلك تدخل إلى حسابك بشكل عادي. تأتيك هذه الواجهة، تختار مثلا أي عملة من العملات، مثلا تختار دوج كوين هكذا. إذا كنت يعني تريد أن تستثمر على الدوج كوين، أو كنت يعني تريد أن تغير العملة، من هنا تضغط شور دي واليت. كل هذه العملات يمكن أن تستثمر عليها. أنا سأترك في الدوج كوين ستار ماينينج من هنا، يعني يضغط عليها. تأتيك هذه الواجهة، تقوم بإدخال كمية الدوج كوين التي ستقوم باستثمارها، تضغط على كونتينيو، يعطيك أدرس، تقوم بالإيداع بتلك الأدرس. ويدراو من هنا، تقوم بسحب أموالك. طبعا يجب أن تضع الأدرس الخاصة بالدوج كوين للسحب أو أي عملة أخرى، تضغط على إيديت فقط هكذا. بعد ذلك أن تضع هنا الأدرس الخاصة بالسحب، تضغط على كونفيرم شانلز ترانسكشن. من هنا يعني تقوم برؤية التحويلات التي قمت بها. ريفيرالز، من هنا يعني تقوم ب نعمل كوبي لهذا ال يعني الريفيرال، هو الرابط لحال الخاص بك، وتشارك مع اصدقائك فقط. كان هذا هو فيديو اليوم، لنا لقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.